بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث. عن جعفر عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا وأبشروا، إنما مثل أمتي مثل الغيث لا يدرى آخره خير أم أوله، أو كحديقة أطعم منها فوج عاما ثم أطعم منها فوج عاما لعل آخرها فوجا، أن يكون أعرضها عرضا وأعمقها عمقا وأحسنها حسنا. كيف تهلك أمة أنا أو أولها، بل المهدي وصلها، بل المسيح آخرها، ولكن بين ذلك فوج أعبد ليسوا مني ولا أنا منهم. رواه رزين. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا: فالنبيون. قال: وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: فنحن. قال: وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعجب الخلق إلي إيمانا لقوم يكونون من بعد يجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيها. وعن عبد الرحمن بن العلاء الحضرمي رضي الله تعالى عنه قال: حدثني محدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في آخر هذه الأمة قوم لهم مثل أجر أولهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقاتلون أهل الفتن. فهم البيهقي في دلائل النبوة. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن رآني وطوبى سبع مرات لمن لم يرني. وآمن بي. رواه أحمد. وعن معاوية بن قرة رضي الله تعالى عنه عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، ولا يزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال ابن المديني: هم أصحاب الحديث. رواه الترمذي. وقال: هذا حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه ابن ماجه والبيهقي. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي، ابن ماجه والدارمي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن.